السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل برواز صورة على شكل كتاب، هو عبارة عن قطعتين فلين على قد دفتر تقريبا. نشوف دفتر نأخذ عن نفس قياسه أو كتاب، ونأخذ قطعة فلين أسمك تكون 3 سنتي، طبعا الغلاف سنتي سنتي 8 ملي 7، المهم يكون رقيق. أما الداخل الورق حتى يبين على شكل كتاب ناخده بسماك 3 سنتي ونلزقه بهالشكل. طبعا نخلي الطبقة الديوانية أقل بنص سنتي على الدائر حتى تعطينا يعني شكل الكتاب، ونجيب أي ورق كان عندنا، لاصق، ورق عادي، كرتون يكون ملون، يعني أي شيء يعجبكم. ونبدأ بتغليفه، والتغليف بهذا الشكل طبعا، بالسيليكون، بالصمغ، بالغراء، يصير انتو اللي متوفر عندكم تقدروا تعملوا. وبعد ما تلصقوها بالسيليكون بهذا الشكل طبعا، نرجع نلزق القطعة نفسها على الكتاب اللي شكل كتاب الفلينة بالوسط، ونغلف الكتاب كأنه عم نجلد دفتر عادي. طبعا السماكة 3 سنتي، وجاية سنتي بسنتي 5، يعني يصير الصورة توقف برواز كامل، توقف في مجموعة أو مكتبة أو على طاولة مكتب، وتعطي جمالية رائعة مثل ما راح تشوفوا بالأخير. بعد ما نلزقها بهذا الشكل كاملة يكون غلفنا الكتاب ولزقنا على قطعة الفلين. الفلين راح يطلع عندنا شكله أبيض، اللي القطعة الداخلية حتى تعطينا مثل الورق، يعني على أساس إنه هي كتاب. وهذا هو بهذا الشكل أصبح عندنا كتاب. نجيب صورة ونلزقها في وسط الكتاب، ونزينها بأي أشياء موجودة عندنا، وردات مثلا، زخرفة، خطوط بالألوان، كتابة للذكرى، تاريخ الصورة، وهكذا. وهذا هو البرواز اللي عندنا اليوم، إن شاء الله يكون قدمنا لكم شيء مفيد. ولا تنسونا من الدعاء، أخوكم يونس الملا علي من قناة انظر وتعلم.